السلام عليكم، الناس كل معكم اليوم احمد كافو كالعادة في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في فيديو عندي مدة نحب نصوره ما قيتش وقت، واليوم باش لقيت الوقت باش نصور. ياه حصيروا الحكاية ذي عندها مدة وحلت لي هونية ونحب نحكي فيها وواهق، اما اليوم باش نحكي من الاخر خطر سيء ماش نجم. با كويك ديسكليمر، اذا كان عندك حتى علاقة بالكونتنت كرييشن وباليوتيوب والبلا لازر اللي نعمله فيه الكل، نجم تسكر الفيديو تمشي تستناني في الريفيو الجاية ولا تشوف الفيديو القدم. إذا كان حتى معناه ما عندكش علاقة باليوتيوب والكونتنت كرييشن وكل، فما كلام ممكن يفيدك في أخر الفيديو. حاصلو ليتس جو. باه اليوم حبيت نحكي على اليوتيوبرز، اونتر بارونتيز اليوتيوبرز الصغار اللي تحت 500 وتنجم بعد ساعات تفوت 500 ابوني، اللي هما في الكوميونيتي التونسية أكثر عباد نبارة وهيترز، واللي هما كان تمشي تعمل دورة في الليشين الكبار متاع اليوتيوبرز الكبار الكل، كسوا مكي ودراكو وكل، تثبت في الكومنتس متاع الهيترز تقام برانسيبال مو يوتيوبرز تقع عنده 20 فيديو ولا حكاية كلهم دي جيم بلاي، وتلقاه عنده 200 ابوني ورد روحه يوتيوبر وكل، وتلقاه جوستين نبر حياته كل تنبير، المهم غيره ما ينجحش. وبرجولية الحظبة هذه الكل متاع اليوتيوبرز وحتى مش يوتيوبرز معناها حتى الهيترز هذوما يزيوم التنبير بالحق، معناها والله ما عندك وين توصل، معناها كي تنبر خاطر كي تنبر كي بلاش. سيب العباد تخدم وابدأ اخدم على روحك. يوتيوب عمره ما كان شكون عنده ماتريال خير ولا شكون بدا قبل، يوتيوب عمره ما كان شكون عنده ماتريال اكثر وشكون عنده ماتريال خير وشكون بدا يوتيوب قبل. يوتيوب is about creativity. حل مخك، جيب جديد، ابتكر افكار، اعمل سيريات، حصيلو يا ولدي فتق مواهبك. خويا ما نعرفش عليك، انا اعمل فازات جدد في الجيم بلاي، اعمل دخل ضمار متاعك، اعمل فازات جدد في البودكاست، لوج على فيات، اعمل color grading، اعمل حصيلو يا ولدي جيب جديد من الاخر. ما نعرفش عليك، انا اعمل فازات جدد في الجيم بلاي، اعمل فازات جدد في البودكاست، جيب افكار جدد، اعمل فلوجز، برشا افكار. وتنجم مش تسرق، تنجم تشوف يوتيوبر مثلا يعجبك الخدمة متاعه، تاخو انت الفكرة الكونسيت اللي يعمل فيه وتنجم تزيد له اللمسة متاعك وتولي حاجة جديدة ومبتكرة. معنى يعني ما غير ما تبدأ تخمم انا ما عندي شيء وفقري وما عنديش ماتريال وما نجم نعمل شيء، وفست تمشي يوتيوبر معروف بيك وعليك وامك ووالدين امك ووالدين ام امك. اخوي عليه تجبدله في يوم والساعة، جبدلك امك هو حكا معاك، الراجل رايق يخدم على روحه في فيديوهات وكل وتعب ومقطع، جي انت هكاك من العدم وتسب له امه. ايلوجيك صاحبي، معنى تحب انت شكون يجي يسب لك امك؟ اختانا من اليوتيوب وكل، معنى حتى في الحقيقة تجي تسب هكاك وبيك وعليك بلوجيك، معنى حتى اخلاقيا ما تجيش وما تجيش ولا ما تجي. صدقني هذا العفط والفشل بيدو هكا ديريكت، العفط والفشل. مينيش هوني نحكي عن روحي انا كاحمد، معناها خاطي الحمد لله انا يتسمى ما عنديش برشا هيترز بخلاف شويه اللي نبروا على الانجليش ريفيوز دينير مو اللي هما نعمل فيهم مصلحه الشان. مينيش باش نكمل برشا معناها في الانجلي، جوست معناها الريفيوز الماتريال اللي حاجتي بيه، خاطر نمشي للشركه اكس هذه عندها ما نعرفش انا ميكرو، نجم نقدم روحي، نجم تخطف لي معاها نجم ما تخطفليش. واذا كان خطفت لي مثلا انا كابير ديناميك خطفت لي معاهم وربحت ميكرو يسوى بريسك 400 ولا 500 الف وتوي كتسمع في كاليتي دو صوت تحسنت على الاخر، معناها اذا كان باش نعمل انجلش ريفيو راهي طلبتها الشركه، خاطر انا نعرض الزوز نخير اني نعمل بالعربي، اما نطلب معناها اذا كان يطلبوا مني انجلي نعمل انجلي وفي الاخر نعمل في جوست مصلحه الشام. اختانا نرجع لموضوعنا، دونك نقولوا ناخذوا احنا يوتيوبر اكس، السيد هذا بدا يصور بالتليفون عادي كسوا ايفون ولا اللي يجي تحسني معناها تليفون عادي ايفون، السيد هذا بدا يصور بتليفون نورمال معناها تليفون عادي، بدا يعمل في الفيديو في الجيم بلاي بالبيسي نتاعو اللي هو بيسي عادي زاده، وبدا بشويه بشويه تعرف لين تويكا عنده برشا سابس، عنده ملاين، عنده سوتاب طياره، عنده كاميرا طياره، عنده كل شيء يتمناه يوتيوبر باش يخدم كوتيديان مو فيديوهات. نقولوا احنا الكا هذه نتاع جيم بلاير لعبات تستنى فيه، عنده ديزابونيت تستنى في الفيديوهات نتاعو، تمشي له الايفنت تمشي له تحب تراه وتحب تصور معاه وكل. عليه حسب رايك، خاطر تو سامبلومون السيد هذا هكا شد حاجه من شخصيته من البيرسوناليتي نتاعو هكا نحاها وعملها هكا في الفيديو نتاعو، وهكا التوش نتاعو اللمسه نتاعو الحاجه هكا اللي كي تتفرج على الفيديو هكا تقول الفيديو هذايا سور
عملوا احمد بار اكزامبل، تشوف ما نعرفش انا مثلا في الفيديو نتاعي تشوف الكاليتي مزيانه، تشوف ما نعرفش انا افيات ولا حكايه تقول هذه معناتها حاجات ديما انا نعملهم في الفيديو نتاعي، دونك تولي حاجه كاركتيرستيك ليلي انا، معناها تشوف فيديو اوتوماتيكمون تقول نتاع احمد. وهكا السيد هذا اعطى حاجه طابع في الفيديو نتاعو تحطه يتميز على العباد الاخرين. والحاجه هذه تنجم تكون ضمار قوه مونتاج، ما نعرفش انا برشا حاجات ينجموا يكونوا حاجات هكا تكون منك انت، تنجم تكون ضامر، تنجم تكون ماسط اما تعرف تمنتج، تنجم تكون ماسط اما عندك حاصل، وما فماش عبد ما عندوش حاجه سبيسيال في البيرسوناليتي نتاعو. فما عباد ضامره من عند ربي، فما عباد ما نعرفش انا تعرف تحكي، تعرف توصل معلومه، حاصل لازمك انت تكتشف القدره نتاعك من الاخر. يعني ما تقولش معناها احمد ودراكو ومكي وصبري وويش وحمادي والكل معناها الحظ بهذه الكل خير منك، خاطر عندهم ماتريال خير منك، خاطر عندهم سيت اب خير منك، كاميرا جير، عندهم ميكرو خير منك، وعندهم كل شيء معناها خير من الحاجات المتوفره عندك. ما هوش سبب يخليك انك تستسلم وجست تبدا تنبر وكل، بالعكس يكون لك دافع. خاطر اليوتيوبرز هذوما كان تشوف ارجع فيديوهاتهم 4 و5 سنين التالي تشوف العجب، بتشوف كاليتي تقزز وتشوف كونتوني عادي ياسر. اما علاش ولاو هكايا؟ خاطرهم خدموا على رواحهم، خاطرهم جابوا جديد، خاطرهم رغم اللي التنبير ورغم كل شيء معناها من العوائق، تعرفوا احنا في تونس مع تعرف تونس اونت بارنتيز شنو معناها تونس، كوميونيتي معفطه، الناس كل ضدك، وبورتون اكتويك شوف الكوميونيتي وين وصلت، عامل القدام، شوف انت في السي باش عاملين جماعه تتريم تيم، تنجم تشوف قداش قدمنا. هذوما حاجات ما كناش نتوقعهم يصيروا، قادين يصيروا. علاش؟ خاطر اليوتيوبرز هذوما كبشوا، عندهم حاجات وطموح يحبوا يوصلوا له، قادين يعملوا فيه. دونك عمرك ما تقول هذا خير مني خاطر عنده ماتريال، خاطر انت كان تخدم، كان حتى باللي عندك تويكا راهو تليفون عادي معناها نتاع 200,000 نجم يصور لك فول اتش دي تويكا، ما تقولش خاطر هكا عنده كانون وعنده نيكون دونك باش يصور خير منك. عادي شد شويه ضوء وكل، ونعمل لكم انا فيديو جايين فازات هكا باش تنجم تصور بالباهي، اما راهو حط في بالك انه الماتريال عمره ما كان سبب باش يعمل انديكاب اليوتيوبر ويحطه ما يخدمش. بالعكس كي يبدا ما عندكش ماتريال لازم تكون كرياتيف اكثر بالموجود، تعمل حاجه واو. انا بديت نصور بي سي ديل بلا لحظه وديجا هو مفرك، اما نجيني لحظه نوري لكم دقيقه. هاي بابا تفكروا الليجوند هذايا، المعلم هذايا بديت نخدم به عندي برشا. ديجا كنت هيك سيم شعر روح خاطر تو تريداتور، اما تفرح حتى هذايا ما تشدش. بديت نصور به معناها، ما تقولش بديت بي سي سيت تويكا وكل، بديت بالبي سي هذاك، بديت فيديو باش نوندي تحب لي 4 5 سوايع باش نهبطو في الاتش دي، كنت جيم بلاي يبدا طوله 20 مينوت، ما نجمش نستنى 9 سوايع باش يرندي لي تروتي، الاكثريه يسخن ويسكت، دونك نوندي 480 بيكسل، كان ترجع جيم بلاي تقبل الكل 480 بيكسل. ومن الاخر الاولاد بي يور سيلف، كون روحك، كون اندبندنت، ما تعمل على حد، ما تستنى حد باش يعاونك، تحب معلومه، تحب تشوف حاجه، تحب راو اليوتيوب الكل قدامك، اليوتيوب جوجل، تنجم تجي معناها حتى ما جاوبكش، مثلا سالتني انا ما جاوبتكش اكزامبل، معناها انا نحاول الماكسيموم اني نجاوب، اما ما جاوبتكش ما توحلش، ما تقفش غادي، امشي لوج في جوجل الحاجه اللي تحب عليها، امشي لوج، حتى ما تفهمش بالبي اونغلي لوج ترجم حاصيله، معناها راه ما توحلش، المعلومه موجوده. انا ما هبطش من عند ربي فاهم الهاردوير، معناها نفهم فيها كيك بالباهي، معناها لو حاصل حاجه تغرمت بها لوشت وتعلمت باش وليت لمت المعلومات اللي عندي تويكا، معناها على الهاردوير ما هبطش نفهم في الكاميرا وفي الاوبجيكتيف وفاهم مش معناها ابتشر واي سوكل، هبط عادي معناها كيفي كيفك، مي لازمك تتعلم، لازمك تلوج، تحط عندك حاجه مغروم بها. انا هوني اخذت الكامتا الهاردوير، اما كل واحد فيش مغروم، تنجم تكون مغروم بالميكانيك تلوج على الميكانيك، تنجم مغروم بالكوره تولي كوره حتى كل كوره، حاصينه معناها كل شيء موجود في الانترنت، عندك كل شيء قدامك. اذا كان عندك حاجه تحب توصلها حطها قدامك وقول انا هيك هي الحاجه باش نوصل لها، كسوسوا شنو باش يصير، نعرف اللي احنا في تونس وكل شيء كل ديما تعمل حاجه يجيك اوبستاكل قدامك، اما حط حاجه في مخك قدرت ربي توصل لها. حاصيلو الاولاد ايش حبيت نقول، انا تنحاول
نعمل لكم فيديو تيبس، معناها كيفاش تعمل ضوء مثلا، كيفاش السنة دي تنجم تعملها، كيفاش من حاجة هكا عادية تنجم تعمل فيديو مزيان، كيفاش تريقل الصوت، كيفاش حصل نحاول نعمل هكا فيديو تيبس. استنى في الصيف خطر تويك دفورات وكل منقاش وقت، اما هذه حكاية حبيت نقولها. هو فيديو موجه سبيسيال مو كونتنت كريترز وكل، اما حتى انسان اون جينيرال ينجم فيديو يفيدو الفيديو هذايا. دونك الاولاد ما تنساوناش في سبسكرايب، علاش قلت سبسكرايب ما نعرفش، حصلوا ما تنساوناش في شير وكومنت ولايك، وسورتو اعمل ابوني سبسكرايب هكا قلتها بالبي، اعمل ابوني وان شاء الله تلقاو المره الجايه في فيديو جديد. كان معكم احمد كابو، تشاو.